اف ام حصة فنية أسبوعية. تراث مواهب وإبداعات. للفن والفنانين. فن أفام مع محمد وعبد الرحمن. مساء الخير، مساء الأنوار لكل مستمعين إذاعة الجزائر المسعدة في حصتكم حصة فن أفام. كما العادة دائما معكم عبد الرحمن في الإخراج، محمد وراء الميكروفون. حصة أف أم اللي دائما نحاول من خلالها عرض على مسامعكم كل هو ما هو فن، وتكون فضاء لكل مواهب لولاية سعيدة. في عدد اليوم اللي صادف إطفاء الشمعة السابعة من انطلاق بت إذاعة سعيدة في سنة 2008 عبد الرحمن، واليوم في سنة 2015 إطفاء الشمعة السمع الشمعة السابعة. سبع سنوات من العطاء، سبع سنوات من العمل، سبع سنوات من الاحترافية، سبع سنوات من المهنية. وبهذه المناسبة نتقدم باسمي وباسم المخرج لكل إطارات صحفي وعمال إذاعة سعيدة بتهاني خالصة، ولكل مستمعين إذاعة سعيدة بأحر التهاني وأطيبها. وبهذه المناسبة يشاركونا مجموعة من الفنانين اللي شرفونا اليوم بحضورهم. نبدأ اليمين، سي ميلو السالم، أهلا بك. أيضا خليها سيربريز، تعالك بعد بجيها، خليك الله دينام. أيضا تشرفنا اليوم الفرقة الفولكلورية المعروفة، فرقة المغلي. صلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. مغالي ولا يطيب وشي أخسنيه يا
شكرا شكرا فرقة مولاي المغيلي، الله يبارك فيكم وشرفتونا اليوم، وكانت مبادرة من عندكم أنكم تشاركوا فرحة إذاعة سعيدة بإطفائها للشمعة السابعة. معنا ممثل فرقة سي سماحي، تفضل معنا للطاولة. قبل ما يلتحقنا الطاولة ماذا بينا نسمعوا عبد الرحمن لو ديديكاس اللي دارها الشاب سفيان وبعثها لنا من باريس بخصوص الاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق بث إذاعة سعيدة. خليكم مع الشاب سفيان. السلام عليكم، معكم الشاب سفيان سعيدي. دونك à l'occasion du 7e anniversaire de la création de la radio Tassaïda, donc je souhaite un très bon anniversaire à toute l'équipe et à la direction ولكل المستمعين والمستمعات لراديو سعيدة. دونك moi personnellement auditeur fidèle depuis le départ تاع لا راديو، دونك ما عندي ما نقول، لاحظت تطور لاباس بيه que ce soit dans la production, la réalisation, la présentation، ما شاء الله تطور ملحوظ. ونشكركم تاني على الحصص المتنوعة اللي راكم تقدموا فيها للمستمع، وان غران ميرسي لا راديو تاع سعيدة اللي راه تعاون الشباب واللي عطات فرصه للعديد من الشخصيات للبروز كسوا في الساحه الفنيه والرياضيه او السياسيه والميادين الاخرى تاني. دونك جاي اون بونسي ايمو ا سيت اوكازيون مالغري راني بعيد عليكم شويه. نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله. قعدوا كيما هاك راكم غايه، ونقول لكم ان شاء الله عن قريب نجي نزوركم ان شاء الله في راديو سعيدة. كان معكم سفيان سعيدي من باريس، السلام عليكم. حتى احنا سفيان خويا رانا متوحشينكم ومتوحشين داك الصوت اللي كل مره على مره كي تجي تفرحنا وديني سيبريز من لي زابون تاعك جدد. بويسكو رانا مع سفيان سعيدي، سي سالم كيما قلت لك قبيله اذاعه سعيدة ترحب بك. واش رايك في سفيان والشيء اللي قايم به وخصوصا النورة خارج البلاد؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بهذه المناسبة السعيدة نهني مدير وعمال إذاعة سعيدة، شكرا متبادل، بإنشاء هذه الإذاعة المحلية الجوارية اللي حقيقة خدمت المدينة بزاف بزاف، وخاصة منذ سنتين هادو الأخيرتين نشوفوا بلي كاين تطور، ونتمنى المزيد من نجاحات العمال والمديرية والمنشطين الإذاعة المحلية. شكرا سيميلود. أيضا نذكر بأرقام الهاتف الخطوط المفتوحة هي 048-51-18-18-51-6. أنا جاي عن بروبلم 51-26-26 نصف ونصف عربية، هذه هي حصة فن أفهم، كل شيء عادي. سي سالم، وقتاش بدات لاكارير تاعك؟ قبل ما نجاوبك على لاكارير تاعي طرحت لي سؤال على الشاب سفيان. الشاب سفيان هذا نعتبروه باللي ولدنا، ولا بروف كو بوزيت لا كيسيون وما سيتاش. دونك ولدك. بارك الله فيك، هذا ولد خويا. تسمى حنا لا فامي سالم ولا فامي فركتو، اون فيزي ميم فامي. النهار اللي بدينا حلينا عينينا في الفن، باسكو والدينا كانوا مارسوا في هذا الميدان، والحمد لله وصلنا لواحد المستوى عالي، واليوم رانا نفرحوا بهاد الشباب هادو اللي راهم شادين المشعل، ورانا مازال واقفين معاهم نعلموهم ونرشدوهم ونعطوهم كل ما يلزم باش يدخلوا لهاد الميدان بصفه نقيه وبصفه مليحه ثاني لتردي المجتمع. فيما يخص السؤال الثاني تاعك، لا كارير تاعي بديتها لاج دو 15 ans. لاج دو 15 ans بديت نمارس الموسيقى، بدينا كيما كاع الشباب تاع سعيدة. من الغالب ما كاش عندنا اغاني جزائريه اللي كنا نتبعوها، كنا نتبعوا الاغلبيه تاع الاغاني، كنا نتبعوا الاغاني الغربيه بما فيها الاغاني الفرنساويه والامريكيه. شكون اللي كان ليدول تاعك بارمي هاد لي شونتور اللي كنت تبعهم بزاف؟ حنا في البدايه انا كان عندي يونيدول اسمه كريستوف. وهذا كريستوف في البدايه نتاعي انا على لاج دو 16 ans بديت نغني له واحد الغنيه نتاع الين. دونك عبد الرحمن دينا لا سيربريز، عطينا سالم لا شونسون دو الين. موسيقى
سالم لا شونسون تمشى ماذا بينا نسمعوا لافو تاعك مع لا شونسون كاش مشكل J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage sous cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié, crié Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis. عبد الرحمن, خلينا لا شونسون تمنى تمشى ونتكلموا مع سي سالم. وكيل راني سجلتها هذه؟ هذه سجلتها عندها واحد سيمو ولا صافي بليزير. الأغنية خرجت في لي زاني 66 67, وحنا على كل حال كنا نتبعوا بزاف الأغاني هذوك, كنت أنا مختار محمد خويا سيد أحمد, كنا نخدموا غير هذا الستيل هذا, وانا في كارير في هذا الميدان تاع الأغنية الغربية. بيان, عبد الرحمن طلعنا يا خويا نسمعوا اونصوم. كنا مع سالم في أغنية ألين هكا سالم. نعم, دونك دوك من الأوروب اكزاكتومون فرونسي هذا الشونتور. هذا الشونتور فرونسي. على كل حال حنا في البداية نتاعنا كنا نخدموا غير هذا الستيل كما قلت لك, ودرنا به دي تورني اترافير لو تيريتوار ناسيونال, حتى في الخارج. حتى في الخارج. وين اكزاكتومون في الخارج؟ مشينا فرنسا, مشينا بارتو اون اسبان, مشينا المروك, مشينا. وكل اني هذو؟ هادو فو كونتي لي زاني 80 و 90. لي زاني 80 كنا نديرو دي تورني, و لي زاني 90 ثاني مشينا درنا دي تورني, مشينا الماروك, مشينا. على كل حال الفرقه نتاعنا معروفه على مستوى الوطني. بيان سور, بيان سور, على المستوى الوطني. دونك نعاودو نولو كيما قال سي, عندنا هاتف سي عبد الرحمن. الو, مساء الخير. الو, مساء الخير. مساء النور, كيفاش شكو... محمد؟ لاباس اخويا. شكون معنا؟ راه معك نورمالمون على الشاب لو تعرفني خلدون محمد. لا, كنت ما تقول سماك كنت خلي تهضر. نسكاني مليح الرد الديسك ديو, نسكاني مليح بانك بالله هو دروك مي قلتها لي. معليش معليش سي محمد خويا, مرحبا بك. صدير باش ما نزيدوش ما نعيوش المجتمع الكريم فقط. نقدموا نفسنا, ما ندخلوش للدار بلا ما نستأذنوا. انت راك مول الدار محمد خويا. الله يسلمك خويا. الله يسلمك خويا, مرحبا. خويا في الحقيقة حصادي نتبعوها يعني عدة أيام, كنا نحاول نتصلوا في الحصص الأخرى ولكن ما كانش عندنا الفرصة, ولكن اليوم فاطمة راه معكم ميلو سالم. وي ميسي سالم. سالم هو في الحقيقة شارك في الحركة الموسيقية على مستوى الإعداد منذ السبعينات, ومن هذا المكان نحيوه كما نحيي كل المجتمع الكريم.
ايوا سلامك. سمعت محمد خلدون انسان مهتم وانسان ناشط في هذا المجال منذ الصغر تاعه، واش قال لك؟ راه نتحي لك تحيه خالصه. بارك الله فيك. فوالا بلا جميل بلا جميل، بارك الله فيك. فقط مازال ما قدمت لناش، يعني قدمت لنا سالم وقدمت لنا فركتو اللي راه في المهجر الشاب تاعنا، ولكن دوك واحد اخرين مازال ما قدمتهمش. لا قدمت خويا سي محمد، بالك راك لحقت على التقديم روطار، قلت كاينه اون سيربريز غادي نخليها لافان. قدمت خونا سالم وقدمت فرقه مولاي المغيلي اللي غادي خونا سماحي يتكلم باسمهم. فقط كذلك اسمح لي نسيت، بالك نحيي الفرقه الفولكلوريه. فوالا الفرقه الفولكلوريه هذه فيما يخص كما نقولوا حنا البارود، يعني هي فرق يعني نتكلم على هذا النوع من الفولكلور موجود كثير في ولايه سعيده. وانت بداتك كذلك نحيوهم وعندهم تاريخ يعني في الحركه الفولكلوريه ولا الموسيقيه، حتى فيما يخص النشاط تاعهم والعلاقه تاعهم مع الزوايا اللي تعتبر يعني كذلك مكان وين احنا كبرنا قرينا القران في الزاويه، كذلك سمعنا محاضرات خاصه في الزاويه تاع مولاي طيب هي مشهوره. وكذلك نحيي كل الفرق اللي كانت خرجت من المدرسه من هذه المدرسه. شكرا شكرا سي محمد، وانت ايضا تحيه لك خاصه من الجماعه كامل هنا، لانك انسان اللي تساهم الحفاظ على كل ما هو التراث الموروث المادي ولا مادي هنا في ولايه سعيده. شكرا. قلت لك انت ايضا شخص اللي شارك في الحفاظ على كل ما هو التراث في ولايه سعيده. الحمد لله الحمد لله يا ربي. هذه مازال ما نقولها ان شاء الله نهار اللي نكبروا ونولوا ان شاء الله نمشوا في هذه المدينه في ارجاء هذه المدينه ان شاء الله، لما نشوفوا الاخوان تاعنا يعني يفرحوا بنا كلش هذا يكون شرف لنا. الان رانا في الحركه الثقافيه وهذا واجب علينا، لان مدينه سعيده عندها يعني باع كبير وعندها تاريخ في هذا المجال. يعني نتمنى ان شاء الله دير حصه ان شاء الله نرجعوا الى تاريخ سعيده، يعني ان شاء الله يعني الى ما قبل التاريخ، حتى تكون علاقه تراثيه يعني تدخل في التراث المادي ما قبل التاريخ، ثم نرجعوا الى هذا الحقبه نعرفوا سعيده عندها رجال، عندها في السياسه، عندها رجال في الثقافه، عندها رجال في الفن، يعني عندها باع كبير في هذا المجال. اذا ما نخرجكمش على الموضوع، شكرا لكم ونحيي كل المستمع وشكرا. شكرا شكرا سي محمد، وشكرا كل الاخوه المستمعين. ايضا نحيي بالضيوف اللي التحقوا بنا، يونس كريمو زبير الصحفي انسي كو خويا عمر، نقول لكم مرحبا بكم. نخليكم دروك راها 6:55 دقيقه، نرفع على مسامعكم اذان المغرب ومن بعد نرجع. الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تشي الساعة إلى 6:57، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب. خويا اسمحي، مرحبا بك. نرحبوا بك انت والاعضاء الفرقه اللي راهم حاضرين معنا هنا، الله يبارك في ان شاء الله. الفرقه الفولكلوريه المولاي المغيلي، في ما نقولوش بالضبط، انا ماذا بيا ليا انا والمستمعين الكرام، وقتاش بنت الفكره كيفاش تكونت هذه الفرقه وراكم تنشطوا صدير، نبدا ولو صغيره عن تاريخ الفرقه كيفاش تكونت. بطبيعه الحال سي خويا محمد، هالجمعيه تاسست في 20 نوفمبر 2014، لكن احنايا اسسنا الجمعيه في التسعينات. في التسعينات هاد الاعضاء الشابه اللي تشوف فيها انا قدام خويا محمد نشطت في التسعينات، وشاركت في مهرجانات، شاركنا في مهرجان 95 في تيزي وزو، وشاركنا في المهرجان مهرجان تيزي وزو مشي للبان افريكان ان شاء الله عمي سي محمد. وي بان افريكان، وشاركنا في مهرجان في بجاي 96، وفي مهرجان في الجزائر العاصمه في 98. ولكن صراو لنا مشاكل مع هذه الجمعيه، بعد ما كانت جمعيه محليه اصبحت جمعيه ملكيه تقدر تقول كما هكا سي محمد، وبالت لنا الفكره مع الاعضاء باللي نكونوا فرقه مادام راهم جماعه راهم غير لي زونسيا هنا وكل شيء، الله يبارك، باش نديروا فرقه جديده تقدر تقول صفيناها، صفينا فرقه صفي وشرب. ايوا صفي وشرب سي محمد، درنا فرقه وتبارك الله راهم غير خوتنا، والفرقه راه تبدينا ب 12 واحد الله يبارك، دوك راه فيها 30 عضو الله يبارك. واه المصغر، احكي لي المصغر. الشبيبه كاينه والكبار كاينين. والمصغر شحال هكا؟ المصغر تنجم نقول عندنا واحد الشبيبه تقريبا كاع الفرقه، نص الفرقه شبيبه. انا بالك راني العضو الكبير فيهم عندي 41. هادي ركز لك عليها انا المهمه صحيح، هذا رايي انا اقتراح برك، كيما الجماعه اللي كانوا فاتوا كاع الحصه وكنت نقول لهم الليق نحافظوا بطريقه واحده، وهي الشبيبه نكونهم يحافظوا حتى هما على هذا المولود. عندنا اتصال هاتفي عبد الرحمن. الو مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا ومرحبا، شكون معنا؟ تحياتي لك محمد والطاقم وضيوفك. يا خويا تحيه متبادله، لو كان راك تبان نبعثها لك كاع يا خويا. الله يسلمك خويا العزيز، نعرفو ناس سعيده ونعرفو كرم سعيده وسخاء سعيده. الله يبارك فيك يا خويا، شكون معنا؟ هذا سيد بوحركات من عين كرمس ولا تيارت. يا خويا اهلا ومرحبا بكل الناس تيارت وكل الجزائر. الله يسلمك ويعزكم الناس الفنانين الهواة اللي يحبوا الموسيقى ويحبوا اهل الفن. الله يبارك فيك يا خويا، الله يبارك فيك. انا في الحقيقه الحصه سمعتها صدفه. وبغيت نشارك لانني نعرف فيها الفنان الكبير سالم ميلود. راه حاضر معنا الناس سالم ميلود، راه متحي لك من تيارت سالم خويا. تحيه متبادله سي بوحركات. دونك سي نامي وتوحشناك. تفضل سي بوحركات. الله يسلمك سي ميلود، وانا سالم ميلود تعاملت معاه شخصيا من 2001 الى 2014 وما زلت متواصل معاه. هو فنان كبير وفنان فيه الخير وفنان يعني يفتح الباب نتاعو يعني طعام وموسيقى وفن، يعني بغيت نحييه تحيه كبيره، ويعتبر يعني استاذ كبير في الحقيقه ورمز من رموز ولايه سعيده. نتمنى انكم تعتنوا بهذا الانسان، يستحق كل خير. بارك الله فيك. شكرا شكرا. بارك الله. ونتمنى ان شاء الله ان الميلودي سمعنا احدى المعازف نتاعو. إيه لانه يملك اصابع ذهبيه فعلا وفنان له احساس كبير. ونحييك خويا محمد. شكرا. وقد ما نعبر قد ما نهدر قليل، وتحياتي لكم يا ناس سعيده وذات سعيده، وراكم في القلب ونسمعكم بزاف. شكرا شكرا. تحياتنا ايضا لكل الناس تيارت وكل الجزائري اينما كان. اعطينا فصل صغير عبد الرحمن، غير بانت نهت باسكو السوف لك غبنتني. نرجع دروك اسمحي خليك تشوف لي خاصني نشتك جبت ورق، انا مش عارف الله يسلك بلا ما جبت الورق تاعك وستفتهم مليح. غادي دروك نتكلم على المفاجاه تاع اليوم.
مفاجأة. كاين إنسان أول مرة في حياتي سمعت إن شونسون وهو غناها. بورتون من بعد كي سمعتها كل شيء والجماعة اللي كانوا معايا قالوا لي هذا كيفاش صرا كيفاش صرا. أنا خليك تتحكيها قبل ما تقول شكون باغي دوك تعطيني حاجة أون أكابيلا الموسيقى الأول كيما راك سمعنا حاجة اللي يعرفك يعيط دروك قال هذا فلان. نسمعك دركا واه نغني دركا واه دروك. لما رأيت الزين مشي بحدايا خفت النادين ميجيش معايا يا حمام مواناسني تبسم معايا جندك فراش ريشك غطايا كي نتفكر يا هامي مي كنت بحدايا لاق مرباهي قدام والشمس مورايا نار الوحشة حامي في قلبي ضوايا يا اللي سلبتي منامي. دونك عبد الرحمن يعطينا داك المرسول يا مسجله بالموسيقى. تاني متمني ويكتب المكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك ونرماني فوق بحر صافي بمواجه تاني معاه تبع رياح الحب وعندك حبني وداني وصاني وقلي بيبك ما تنساه هيلا ما درت فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا الزينة ما درت فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا عبد الرحمن عطيني دوك لالين قالك سماح دوك قاع جماعة معاه قاع أونسومب أخوي انت هدرت هيا روح قالوا لي خرجتي في الظلام عليا سولتي في غياب القمر بعيونك دويتي قالوا لي عليك نجمع نجمع ما بنتي وكنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي بالظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمع نجمع ما بنتي وكنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي زينة ما درت فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا الزينة ما درت فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا thanks 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 خويا نونو مرحبا بك الو انا بيرسونال قلت لك ما كنتش غادي نعبر على شعوري ما انا بعد سانسيرمون والله العظيم حتى ها عبد الرحمن قال لك انا ثاني جاتون دي با حاجه معاه وندو حتى سماحي ديجا هو سماحي قال لي غنوا معاه لا بروف كو دونك نونو كيفاش قصتك مع الغناء ملي كنت صغير هاي يا خويا هو كنت خازن كاع الله يبارك كاع حد لابو خازن كاع حد لابو صح جات غير كيما هاك اي بغيتي تقعد غير هاك على ربي بالك نديرو حاجه جديده ان شاء الله آه. معكم نور الدين اخلف اللي يعرف نور الدين اخلف بادي لافوا تاع نور الدين اخلف دونك نبيعك طايطه كاع الجماعه اللي تهود صحابي كاع الجماعه اللي تهود عندك لاكو تهود بيتزيريا دروك كي دخلوا قال نور الدين غني ندخل ناكل اصاحه ما كاينش مشكل بون نور الدين قصتك قلت مبكري وانت تغني كنت صغير فوالا بعد دخلت مع الجروب تاع زعيق جينيور تبعنا في السونتر تاع البدر تاع البدر تعلمت معاهم الريت تعلمت كيما جلالي دحماني وصالح مجاهد الاخر قندوسي
هذو كاع كانوا يعلموني قريب عامين وانا معاهم. الله يبارك. بعد دخلت مع واحد صاحبي الراي الله يرحمه. دونك تا با ايمير اي شويه شويه من بعد جوستمون انا علاه قبل سمحي قلت لك غادي نوليك باسكو باغي نطرح عليه سؤال ثاني فيها لا اسمح صديقي غادي نكمل معاك بعد ملي نسمع سيتو علاه سماحي مع الجماعه هادو الله يبارك سيتو لي جون اللي غادي يروح سير شلالي شلالي نعرفوا بلي كلام مزون كلام ثقيل كلام فيه ذكر كلام فيه معاني كبار بخلاف الشيء دروك اللي انت خطيتها كيما قلت بو ما نقولش الراي بصفه عامه من الراي تاع دروك تاع الرهن راي الواي واي ايوا طريبنا الراي الواي واي كيفاش حتى خطيت الراي و باسكو لي بارول لا تبا ايميل راي لا لي بارول شغل نجم انا نخلق لك دروك اغنيه كمريها معايا دير جاست ولا هاك راك فاهم تغني لك اغنيه تجي وحدها عندنا اتصال مفهوم الو مساء الخير السلام عليكم السلام ورحمه الله كيفك محمد لاباس والله الحمد لله شكون معنا معك لطفي رئيس جمعيه تشيز الله يبقى اليوم غير الشبيبه صح لطفي واش راك اخويا لاباس والله الحمد لله طري بيان نهنئكم ونهنئ كل طاقم الاذاعه على اطفاء السمعه السبعه شكرا والراحه ثاني بالضيوف اللي معاك فرقه المغربي سي اسماعيل سي فريد اخويا انتم كاع سي الواحد ترحبوا غير بعضكم اخويا ونرحبوا كذلك بالفنانين اللي معاك منهم سي سالم شكرا بغيت غير نمسيهم في الازمه التحيات للفرقه معاك وليكم شكرا شكرا ونشجع فرقنا تطور جديد على الساحه الفنيه والعالميه والوطنيه وكل ساحه ان شاء الله ان شاء الله وهذا بكم باي جات لي معلومه صغيره قالوا لي بتاكد هذا الفيلم كان من احد الموسيقيين عمرو الاول البوم مع المقام حسني وانا اتاكد من هذه المعلومه دونك تري بيان بور سيت كيسيون صحيت لطفي السلام عليكم شكرا شكرا لطفي دوك مدام هنا راه معنا سي سالم دوك نبوزي لا كيسيون اسكو كان بارتيسيبون في البريمي البوم تاع الشاب حسني سي سالم هذا سؤال موجه لك نعم اسكو كانت عندك اون بارتيسيباسيون مع المرحوم الشاب حسني انا في 82 كنا نروحوا فرقه كفرقه موسيقيه كنا كل صيف نروحوا لبوروبول يوفرنا الرئيس البلديه تما كل امكانيات باش نديروا حفلات طول شهر اوت واحد النهار درنا حفله جاني حسني كنت سير سنه انا جو سوي زانونسيان جيتاريست جا عندي قال لي باغي نخدم غنيه قلت له تفضل طلع طلع معنا سير سن بالك راك شفت لا سن تاع بوروبول هذيك سن فيكس طلع معنا غنى غنيه خدمنا معاه نورمال كان معايا فركتو مختار فركتو سيدي احمد سالم محمد والمتحدث ومعنا بوطالب جلول كان يغني لو ستيل تاع الوهراني بون عجبت على ميوزيك كل شيء قال لي اودي فوالا انا ماذا بيا لو كنت تخدم معايا ان البوم خدمت معاه لو بريمي البوم تاعه في الاستوديو ماستر في وهران ومبرح عليا في داك الالبوم في داك الالبوم تاعش لا شونسون ولا تاعش الالبوم لو تيتر الالبوم كان داك القسم سميه انتينتي تينتي انتينتي هو راك عارف C'est un romantique, il y a les chansons romantiques. La chanson, les participes, qu'est-ce que la touche t'es à la touche t'es à l'album. Donc, mais qu'est-ce que tu as fait chanson qui est comme c'est-à-dire que tu as fait Quand la chanson. والله بون كاين سي شونسون بصح ما حسيتش وحده فيهم معليش كاين وحده فيها اسمها هذيك تاع برا كامرون كاجميكسكوز دي تيرم واه ميرسي هذيك وانا جو سوي زانونسيان جيتاريست سمح لي غير فيما يخص يخلف واخويا احنا للان رانا نشطو للان سيتادير علاه انا نقول لك للان باسكو راني نقبض لي جون هادو راهم يجوا عندي اتصالون بيرمانونس معاهم هاد لي ديبيتون لي جون شونتور وراني نعاونهم في كل ميدان في الموسيقى في التسجيلات الله يبارك في الكلمات عندنا الشاعر يخدم معنا سيقروج كروم تاني عنده ما شاء الله دونك عنده اشعار حنا نساعدوا كاع في لاجونيس دونك انا فهمت الميساج راك تقول نونو ارواح نخدموا حاجه ماذا بينا احنا كاع اللي عنده موهبه في الغناء ولا في الموسيقى يتصل بيا راني في حي النصر
انسان يعرفوني تما يتصل بيا ما كانش مشكل ما كانش مشكل الله يسلمك و سي اون تري بيل فوا تاني بور تو جو فيليسيت على هذا الاخر الله يحفظك واحد اللحن اونفان واحد الجرزي فيه شو ان دوسور اون شالور جي سونتي هذه انا جاتوندي با بعدا عنده واحد الخامه وواحد الخانه حاجه جديده بو مو خانه شويه فيها فيبراسيون وفيها ان دوسور مليحه اي داكور دونك سالم نقلعوا الحاجه نونو ان شاء الله انا قلت لك كاع الفنانين اللي عندهم موهبه يتصلوا بيا في الميدان الموسيقي يتصلوا بيا ما كانش مشكل انا ندير لهم تسجيلات ندير لهم لي زيسي باسكو علاه فتنا معها طريق ونعرفوا باللي لي جون نون با لي مويان باش يدخل ستوديو انا هادي شدي عليها لي جون المساعده لون كادرومو اي سورتو سورتو تاكومباني ان جون شي اللي راح مع خويا اسماحي انا بعدا اللي فرحت من قال لي من 94 كانت الجمعيه ومن بعد وقعوا المشاكل اللي صاريف ومن بعد تعاود تاسست بيتو جددتو كما نقولوا كما قلنا صافي يشرب 2014 الو من 2014 اليومين هذا كاش بارتيسيپاسيون في مهرجانات في تظاهرات اللي رسميه ماشي كمبادره هذه كانت دعوه كانت حاجه رسميه من عند الدوله شاركنا في المهرجان تاع السينما وادب المراه ايه وشاركنا في المولد النبوي الشريف وشاركنا في تاع مناسبه يناير اللي قامت في سلمة الفتح ويا المشكل محمد خويا تشوف يا الشبيبه عندها واحد الطاقه الله يبارك والله يليق لها الدعم باش تخرج ديك الطاقه تاعها ما نقولوش حنا خاصنا مثلا قال دعم مالي ولا دعم معنوي هو شفنا انا هذا رايي دائما نقولها الفنان بحد ذاته في كل الفنون مش قضيه ماده ولا قضيه كي نقول الاستيم كي تعطي داك الاعتبار تعطي داك الريسبي تعطي كلمه بارك الله فيك ولا شكرا على الشيء اللي كيما دروك نونو قلت لك انا خلعني نوردنيك بلاك سمعت ولا سما خلعت سبحان الله الله يبارك إيه والله فيليتيني قلتها وني نقولها دروك انا في الراديو راه كاع كل ولايه تسمع باللي خلعت في لافوا تاع نوردين اول مره بورتو نتلاقى به اول مره نتلاقى به اول مره سمعت لافوا دونك الفنان نظن غير داك الاعتبار صديقي كي نقول يا سماحي بارك الله فيك راك قمت لنا النشاط ولا قمت لنا هاد السهره ولا فن مليح تبعها نظن هذا ما يكفيه بالبزاف زعما سي محمد يكفيه بالبزاف على قلت لك الدعم المعنوي دروك حنا نسحقوه في هاد الاخرى اكثر من الدعم المالي وطوبوا عليكم تبعها طوبوا في هاد الوقت رانا مركزين على البارود كما سمعت في الاولى وخاصه الشلالي الشلالي وعندنا يعني برنامج ان شاء الله مازال ما قمناش به ان شاء الله ماكش باغي تقولنا على البرنامج لا ماشي ما سكري ولا حاجه مي جماعه مازال قلت لك شبيبه راه عطاله ان شاء الله استنوا منا مفاجاه ان شاء الله ان شاء الله انا يعجبني سيربيسيتو في هذا الدومين اسمعي دروك المكان ولا هما لي ريبيتيسيون تاعكم و التحضيرات تاعكم مثلا كما الامسيه تاع اليوم اللي راكم شربتوا الاذاعه باش شاركتوها في الاحتفال بذكرى السبعه بور مومون دروك رانا في المركب الرياضي اللي راه في بوخرس يشرف عليه المدير مصطفى قروج اللي ساعدنا بزاف الله يبارك ساعدنا بالبزاف مصطفى قروج ورانا من الجمعه للجمعه نتلاقوا ديك السوايع ولا الربع سوايع ريبيتو فيها باسكو جماعه نصهم خدامه ما عندناش الوقت الجمعه راه تكفينا في كل اسبوع عندنا اتصال عبد الرحمن الو السلام عليكم السلام ورحمه الله خويا محمد طولت عليا اتصالي من سبان فقط واش راكم تقولوا هبلت انا سي محمد ها خويا ونسي اسمي كان يهضر ولينا تبوانتونا سواء في الاستوديو سواء دروك اور ستوديو دروك راه كنا في الدار من سبان سما خويا وتعبتنا لي شويه ريحني اليوم سي نونو اكلس ايوا صح خلينا انا اسف عبد الرحمن خلاني شويه روبوزي ما كيفاش قلت لي خلاني شويه روبوزي اليوم في الدار وانا جنو سولاج دونك لا فوا ولا دوسار الله يبارك كما كان يقول في سالم الله يبارك نحيي فرقه المغيلي الكوارير تاعنا الشكر متبادل باسم نحيي كذلك سفيان اللي راه في الغربه نحيي باسكو حي اهل سيده شكرا احنا نبادلوا نفس التحيه شكرا سي محمد نحييك انت نحيي اللي وراء الزجاجه على بالي شكون على بالي سي نوتر فام نوتر ارتست انفوغراف يونس نيشان اكزاكت نحيي سي بختاوي مخرج نحيي سي عمر قدوري نحيي رضوان كلهم تمام قالوا لي كاع شكون مالك تشوف فيهم غير خبرني مالك تشوف فيهم سي سالم لونسيان تاعنا لا جيتار الكتريك الله يبارك خويا كي نشوفها تفكر لا جيتار الكتريك تاع لي زاني 80 ايه ايوا هاك حسب
كرام رجل قديم انا وانت سي سي يا سيدي مولا انا نعترف بها انا كاش ما قلت لا ولا ها ايوا كيفاه زيدك سيدي العزيز صغير احنا نتمنوا ديجا ديجا وضحت لنا حاجه جديده اه كتشوف الناس راهي لتحت راك بداو يبانوا الله يبارك ما شاء الله يا خويا هذا هو والله يا محمد هذا هو الهدف تاع هذه الحصه حصه فنان فهم كيما انت بحد ذاتك الضيف علينا بلي نحاولوا من خلالها فتح الابواب على مسرح لكل المواهب هنا في ولايه سعيده لا الله يبارك يعني شوف والحاجه اللي شابه فيها ما فيهاش البروتوكولات يعني حساب فيها العفويه المطلقه هذا هو الشيء الجميل اللي فيها هذا هو الفضاء اللي حوس عليه الفنان هذا هو الفضاء اللي حوس عليه الفنان ما كانش باش ما نطولش عليكم باش ما نطولش عليكم باسكو الحصه وقتها قليل شكرا لكم بارك الله فيكم والله يحفظكم ان شاء الله حيي لي الفرقه وحيي لي سي سالم وكاع الجماعه وبارك الله فيك يا خويا ونقولوا غدوة لك راه فوق سيبي قول لها غدوة ثاني بيتزا باطل او كيفاه ندير اي داكور قال لك سمعتها نونو ان شاء الله السلام عليكم انا دونك غدوة كاع الجماعه اقدر كاع الجماعه ونظن كي لي زانفيتي حتى اللي صوتي اللي مسمعوا دوك صبحوا لي غدوة مرحبا بهم دونك نعاودوا نولوا للفرقه المغيلي اللي والله العظيم خصوصا بالاحتفال ب بهذا اليوم اطفاء السمعه الشمع السابعه ابو اللي شاركوا الاحتفال معنا والاحتفال مع عيد الاذاعه السعيده الجهويه نخليكم في الاستماع مع فرقة مولاي المغيلي لطابع البارود والشلالي
البهلول تكلم في ولاد عيسى ما تحسن يا جماعتي جيت مغرم كم ناس يدي عطوني يا الله يا مول الفرجة والشيخ لما لولك كل يوم علي نترجى يا ابو علا من جلالي شاف الأمة بنختم هذه الكلمة يا الله تجعلها رحمة للعبد المسكين الفريق عبد العزيز والي وارد بكلام أبوه محمد يا الله ترحم محمد وادعم تهلالي الكلام 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 الطيب الكلام الناعم فرقة المغيلي اللي كانت معنا الآن في هذا القصيدة والله هذا الكلام سالم سالم وش رايك في هذا الكلام؟ والله غير كلام نقيم ضيف وكلام يعبر على المشاعر تاع الإنسان مخلص هذا الكلام يعبر عن المشاعر تاع الانسان المخلص الانسان الطيب الانسان ذو ثقافه عاليه واخلاق هذا هو اللي كسموه وكتب صديقي كي تشوف فيها انت الله يبارك مجموعه من الشباب كيما هكا يحاولوا ديجا تشوف في لاتوني تاعهم راهم لابسين الباس تاع البلاد نعم تاع التراث وصادي صابرو بلهم يحاولوا باي طريقه انهم يحافظوا على ليدونتيتي تاعهم على ليدونتيتي وراهم رافدين المشعل نتاع جدودنا اللي كان بكري ونتمنى ثاني هذا المشعل يمدوه للاجيال القادمه باش يقعد هذا التراث هذا حي باش يقعد هذا التراث حي واش رايك نونوت لا مش قاعدين تموت كاع نموت ديجا كاع كنا نصفقوا كي تشوف حاجه كيما قلت قبيله بريفيريت انك تروح لي بارول مثلا كيما اللي ديت بها تاع يزين هذه كلشي وايفيتيت لو راي حتى ولو جاوك دي بروبوزيسيون على تاع الراي ودوك تشوف لي جون لا يبارك اطوناج لابسين اللبسه الشاش صافي بليزير فوالا حتى لي زانسترومون تشوف الرباع وتبقى الكورديون حتى الكورديون كيما قال سماحي انا قلت لها كاينه واحده غير لا 5 هو قال لك قاعد يضحك عليا قال لي لا 7 لا انا لا 7 لا يبارك لا 7 واش رايك كي تقول تشوف فيهم لي بارول الله يبارك نقيين وتسمع شغل كي غنوا تفهم شنو راهم يقولوا والله هذا هو فاهم هذا هو البيت نظن كلنا نشاركوا وبين سقسيك واخويا كنت سمعنا دروك واحد الشلالي ماكش حافظ لا لا ولا انت بعد بارول لا لا اسمعي اخويا واش نقول لك نبغي نخليك تلخص لنا كل شيء باسكو راك تشارك راك تشارك في الحفاظ على كل ما هو تراث البلاد اعطينا بصفه مختصره صدر كيفاش كما قلت بالاولى بانتكم الفكره منذ التسعينات ومن بعد وقعوا مشاكل من بعد اسستوا الجمعيه غير دنيامون 2014 والان راكم تقريبا شادين على ذاك المشعل واش هو لو بوت الهدف تاعكم لك ان شاء الله الهدف خويا محمد هو باين الهدف تاعنا هو الحفاظ على التراث على هذه هذا التراث ماهوش تراث ديال تابع لولايه سعيده ولا تابع لولايه وهران ولا بلعباس هذا تراث جزائري لازم نحافظوا عليه ان شاء الله يا ربي لازم احنا نحافظوا على التراث هذا كلنا يا ربي واش نقول لك عندنا اتصال عبد الرحمن لا واش نقول لك الله يقدرنا ويقدركم ويقدر كل الفنانين اللي يسعوا ويحافظوا على الهويه الوطنيه ليدونتيتي ناسيونال وليدونتيتي تاع لا ريجون تاعنا سعيده سي سالم بقات لنا دقيقه ولا اعطينا كلمه اخيره كلمه الاخيره نعاود نحيي مدير وعمال الاذاعه شكرا على بمناسبه هذا الاطفاش مع السابعه وكانت عندي واحد الملاحظه بغيت نقولها باسكو تفضل احنا ماشي كفخر ولا حاجه ولا احنا بدا معنا شاب مامي اليوم راه في العالميه بصح احنا راه شرف لينا حتى انا ومختار ومحمد وسيد احمد
بدا معنا وخدم معنا بزاف. زمان ما كانش عندنا الالات الموسيقيه كيما دروك. زمان كان عندنا الامكانيات محدوده جدا. هاد لي صونو ما نعرفهمش كي دايرين نخدموا بلي زومبلي. لي جيتار ساشي اللي قلك تعرق بور لي زونريجيسترومون، والله الا كنا ندو دي شانسون من لا راديو. انت سالم دوك كيما قلت الالات لا جيتار الكتريك ولا باتري ولا، مي كيما دروك خويا اسماحي كان غير رباع طبقات صدي ديزاسيمون تاديسيونيل. اسماحي اللي كان تعطينا كلمتين ايضا. الكلمه الاخيره سي محمد راك تقول رباع وطبقات. فوالا حنا هادو تعبنا عليهم، ضربنا ميل 200 كيلومتر باش روحنا جبنا هاد الماتريال، باسكو ما كانش هنا هذا طين. وبتنا ثلاث ايام باش جبنا هاد الماتريال. الله يبارك. كلمه اخيره. كلمه اخيره سي محمد باغي نختمها بواحد الشعر فيه واحد الربع بيات. تفضل. يقول هاد الشاعر: وما من كاتب الا سيفنى ويبقى الظهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه. الكلمه تاعنا. الكلمه تاعي. نونو كلمة أخيرة أخويا تفضل. نشكركم كاع. الله يبارك فيك أخويا. نشكر الفرقة ونشكر سي سالم ونشكر ليكيباج تاع لا راديو تاع سعيدة، و لا بروشان إن شاء الله تاني تكون حاجة إن شاء الله. إن شاء الله. نشكر عزيز خويا تاني. أيوا وزيدنا عبد الله الفوتوغراف. عبد الله فوالا. أيضا نزيد نذكر أنه غدا ان شاء الله على 4:30 بالمسرح الجهوي سيرات مومدين كاين عرض مسرحي من انجاز جمعيه الفرسان للاعمال الفنيه ومساهمه اللجنه الولايه للفعل الثقافي. هذا العرض المسرحي اللي كان اخراج تاعه خونا مصطفى بوي سمونو درام تحت عنوان امراه براسين، تقوم بالدور البرعومه ان شاء الله المتالقه ايمان بوري. نخليكم في الاخير باش نخليكم مع فرقه مولاي المغيلي. نخليكم مع فرقة مولاي المغيلي. أيضا عندي إهداء بمناسبة عيد الميلاد، عيد الميلاد بالشارف فاطمة الزهراء، كل طاقم الإذاعة وخاصة زبير اللي قدامنا. أقول لكم كل سنة وانتي طيبة والعقوبة مشي 100 عام 150 مليحة 150 عام ان شاء الله. ايضا نقول لكل عمال الانستيتي تاع الحي البدر وراسهم الاخت فايزه كل عام وانتم بخير. نخليكم الان كما العاده العويد كلمه برك لي ان شاء الله الموعدنا الاسبوع القادم كما العاده والعايد. كان معكم عبد الرحمن في الاخراج، عزيز الصغير راسهم الصغيره، عبد الله فوتوغراف، وراء الميكروفون محمد. نبقى لي غير نقول لكم سلام. كيف الزرزورة بغيت سعدي ما يبلينيش مرة وانا